بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. عاجل ملخص قرارات وزير التربية والتعليم لليوم الامتحانات من المنزل. السيسي يمنح أولياء الأمور حرية اختيار طريقة استكمال الدراسة قبل مؤتمر الوزير اليوم. بالنسبة لملخص قرارات وزير التربية والتعليم اليوم، يتم عقد امتحانات الترم الأول من 27 فبراير إلى 9 مارس 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية في نهاية العام في لجان مدرسية مراقبة. امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية بالمدارس الدولية تعقد نهاية العام. يبقى بالنسبة للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، الامتحانات في لجان مراقبة هتكون في نهاية العام الدراسي. أما بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية بالمدارس الدولية ستعقد نهاية العام. الحضور في المدارس الدولية لها أن تقرر لنفسها مواعيد الحضور والامتحانات مع الأخذ في الاعتبار باتباع التدابير الاحترازية. عودة الحضور بدون غياب بعد 10 مارس بالجداول المعلنة في الفصل الدراسي الأول مع تشغيل مجموعات التقوية بالمدارس. يتعين على ولي الأمر توقيع إقرار رسمي في حالة رغبته في عدم حضور الطالب خلال الفصل الدراسي السني. لولي الأمر تقرير إعادة السنة الدراسية إذا لم يرغب في نزول أولاده لأيام الامتحانات التي لا تتخطى 4 أيام. بالنسبة لسنوات الدراسة من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، ستمتحن في الترم الثاني امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة. يبقى عندنا بالنسبة للصف من الرابع للثاني الإعدادي امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر. بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، يحضرون في فبراير حتى 9 مارس لأداء الامتحانات عن الترم الأول، ثم تجرى لهم امتحانات إلكترونية في آخر كل شهر من المنزل. يبقى الصف الأول والثاني الثانوي الامتحانات هتكون في المدرسة بالنسبة للترم الأول، ولكن بالنسبة لامتحانات الترم الثاني هيجرى امتحان شهري وهيكون إلكتروني ومن المنزل. للصف الثالث الثانوي امتحان إلكتروني تجريبي في شهر أبريل من المنزل لتتمرن على الاختبار النهائي. يبقى الصف الثالث الثانوي في امتحان إلكتروني تجريبي في شهر أبريل من المنزل للتمرن على الاختبار النهائي. بالنسبة لطلاب المنازل والراسبين ومقسمين المواد في الثانوية العامة، يمتحنون إلكترونيا بنظام التقييم الجديد لعدم الإخلال بالتنسيق الموحد. الإعلان عن نظام امتحانات أبنائنا في الخارج والتعليم الفني لكل أقسام الدبلومات هيكون في نهاية الأسبوع القادم. يبقى بالنسبة لأبنائنا في الخارج والتعليم الفني، بالنسبة لوضع امتحاناتهم ده هيكون لسه يعلن عنه في نهاية الأسبوع القادم. بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع أنواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة مثل العام الماضي تماما، ولكن ليس بالبوكلت وإنما بالنظام الإلكتروني. بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر 7، وعدم حذف شيء من المناهج والتقييم المنضبط لتفرقة الطالب المجتهد عن غيره. بالنسبة لطلبة الدبلومة الأمريكية، الامتحان المصري سيكون هو المؤهل الوحيد لدخول تنسيق الجامعات المصرية من تاريخ صدور القرار، ويمكن أداء اللي هو السات أو الإي أس تي لدخول الجامعات الأجنبية، ولكن الجامعات المصرية لابد من اجتياز امتحان إي أس تي للقبول بها. تصدر الضوابط التنظيمية اللي هي الماتشنج والسوبر ماتشنج قبل نهاية شهر فبراير. بالنسبة لمؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم أيضا، جاء بعد ساعات من إصدار مجلس الوزراء المصري قراره بمد أجازة منتصف الأسبوع العام أسبوع آخر لتنتهي بنهاية شهر فبراير الجاري.
وكان من المنتظر أن تنتهي أجازة منتصف العام 18 فبراير الجاري وتستأنف الدراسة من يوم 20 التالي، له إلى أن توصيات لجنة إدارة الأزمة عدلت موعد انتهاء الأجازة ليكون 25 من الشهر، وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أن يتم استئناف الدراسة بصورة طبيعية بعد انتهاء الإجازة على أن يسبق بداية الفصل الدراسي الثاني عقد اختبارات الترم الأول المؤجلة. وعقب هذا اجتمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ووجه بالالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقرر الرئيس السيسي منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم للعام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي. وكلف مجلس الوزراء وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بإعلان خطة الدراسة في الفترة المقبلة. وبالنسبة لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي 2020-2021، ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي. واطلع الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر. كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصة التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي مدرستنا 1 و2، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديد. كما عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.